بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان وكيل وبقول إلا باطني صدحات كمذا من صحيح مسلم رحمه الله تعالى كتاب الزكاة بين كسو جري، باب تحريم الزكاة على رسول الله وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم. حبابي هاي تحريم الزكاة. زكاة إن لقام ممنوعي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول كي آل كي سبا وعلى آله لودي دي الزكاة وهم آل كالنبي في الزكاة. باب الزكاة ما كان لجوغي صدقانا آل كالنبي وبنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم. ريبن هاشم ريبن المطلب وي ون قليه كالي لرد شيئا عن شغل كل هاي عبد مناف عن شغل كل هاي دون غيرهم. أنتوا ذكاء سمايا. أنت عشر جذا قال المركع درسي حالي مسائل كدمنا أن تعليقنا كتبنا إنه كجذبنا إن شاء الله تعالى. مسائل كدم وحكم إذا مسألة إلا براروشيو خوارجتي صوب حيحل لك نبي الدوري أما الدين كيسو حك الشيء جاي نبي وكيد دي إنه نمان كديله يدي إن قد دايا وحال أورنايا محمد وحولينايا أصحابتي سيرجي سبوا جماضيا. وحنا نبي وشجع عليه الصلاة والسلام مركي صوبحة يو عيدنا وقول أقو أي مسلمين تنا كل حد قد بي حلق أي صوبحة نو إلا جارو كنا نبي مركا يضاء ودي القاضي لها صحابة نو مركا كو عربي كنا ترتسي حلق أي يضاء مركا محاول دحية ديدا نبي قد ديدي خارج خوارج تأصل كودي هو رأينا مدلو يا مركا ضمبي صوبحة إن الله يو وحاول دحية مركا ضمبي إلا دي بازو شيء مرك ضمبع الذي مرنبو أدي ذي دلكو ذي مركه رأي أيام إيش كبح ذي هاي اللي مركان ضمبع وعيدا جون وبحي إسقر الصدي دولة مدح بنانا ضد كي كحد قد بيا كد جويو أمر الدرع حولا يدعان ديجي برنايستان باللابي دولة هنا مرك حق بيقوليه إن عدي نوع عسوك الله سميسا إنا إسكع عليا قال يا إسلام با رغم إن اللي قلت من ماي الأورن ماي هبل وحولين يرجيسي إنن فلاجوبي ومعارضة وخلخل يخطر قوة الدولة دي يجرين تاك أمضي مش كجرتي إلا يسكع عليهم بالله أركيا مرك الله أرين ما يصوبون عليه صلاة وسلام حلقة أيضها دوتشوقي لها إنه الله ينا يرنجي سيو حالله أركي لها مسؤول حلكي سي قدانية فلاجانا إدبيني أم بالله أركي لها لكن هذا وفرد أموال والروح ومضي كل حجرته نبينا الشيغانا يسدين كيكم حافصانية خلد جونو أي جلين أي أمضى سجود واجلنا أوسن مقنين هذا كحد جد بين مسؤول كي مسلمين توصوبنا عليه الصلاة والسلام فارق أسم مركه ورد حية وعلى مركه علة بزوج علة المنع بزالت والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. مثلا الله بعد أباهين لبرارك وحوي أحاديث خوارج تكتمت هي موقف كأي شريعة وكقاطي جوان كخوارج كقاطي أحاديث تأي أدلة داس يقوان كالشريعة وحي أصل ويهين مسألة اللي يداهدو ضدك أهل البدعة أم أهل التأويل الفاسدي إن لو عدور دار الله بالجهل ولا بالتأويل في ضروريات الدين دين تا ضروريات كذا مسائل كأي كي مادين أدلة قطعية وكتاب كأي سنضو يجمع مسلمين تأي قادر دقيق ننك أصل كخل دامه إن مركا إسلام كقول عصبين قديم الإسلام إن اللي يقول عذر دارين جهلية تأويل خوارجته وحاصر دبا يرفاض وحيوق يستنا قندر رؤية تأويل فاسد ويسكر دعيا سيدنا الصحن سيدنا ويخلدن طاه مسألة التحكيم بي كو خلدمين وحيكو خلدمين ليجي صحابة وحيكو خلدمين حوله هودي وحيكردن طالين مدن مدن مسلمين تا أهل خير كي بيكون بحين أنت صورنا أدلة ضرورية كتمت مركا الاجتهاد الخطأ في ضرورية الدين وكفر يدين لأن ويسد الراجحة هدي اللي حتى كفر ما هنا نينك كرد عي لو عذر دار مايو مركا لا عذر ولا تأويل لا عذر بالجهل والتأويل في ضرورية الدين اللهم مركا إن الإسلام كقول عصوب طيب موية سيدا مركا نينكا
قليلا وحي كعبرا ننك بدعاديسو أي قاد سيسو إنو الدمية أسل دينيات لو عذرداني ماي سيادرت أبو بكر النفع بن حارث يا أنس دود الأحمر تواد قرنيسا سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يا سيدنا أبو بكر النفع بن حارث أيها وحي سكوقبت المسألة خوارجتا أسل بنا أبو بكر كدكتا وحينا أهيد أبو بكر أيها وحو آدي آد أولع اللوبي دلع عين شري عن بارين شري دولتي ريبن أمي خاصة أميركي وأديرك وأها عبيد الله بن زياد لورن شري زياد بن أبي نمو دلعي وعبيد الله بن زياد ليدا أمير أها وقل يا ريبن أمي أمرض ووين أها وأسوق أدير وقو أدنا نين كاسو مركا آد دلع عين شري بل و تكفيري أنس بن مالك أي مركا دم عبيد الله بن زياد ويري أود أنا سو وذاك أدير كي أبو بكراء ميلان كجلان لا هاي ميل كستوى وهاي استا ويجو حد جد بهيا وحبلا بنا أطري وويل كيس عبيد الله من أبو بكراء شقان سيء عبد الرحمن من أبو بكراء شقان كلان سيء وراق مسوى وراد نيل أورنجن أبو بكراء سنا قبل بنو ديبي وويلو مركب ويجو أدني هاي المديريين المديريين أبو بكراء أودلاي صدح ويل مسافر ويل أبو بكراء أودلاي أيونو البوالي خدجة مدو أفغانستان وديبو نمو باكستان وديبو نمو العراق قيب كمدو وديبو نمو الشام وديبو نمو بيت المال كبنكي وديبو وحاسو أبالا أقول لي أذيركي مالك استان وياه وهايستا برو تغو يجي إرجي ونكر دح قلبوري أنا سوى يلا يا وحاسورة حسن البصري أبو بكر وحنوصان بيصوب بقدي أبو بكر وحالة بقشدة كدي وحنوصعرنا أرنتاس عبيد الله بن زياد من إرجع كنا هاي وحنا كلية هاي ميانا وحاسو أبالا جلين موانا أديرك دقالينين موانا وليشي أن المدارك وحاي وحا أطرين وذي قال هلا مرة ما يستين براء فريسية أبو بكر نباوي الحنوصان ولا فريسي وحيد وليشي إذا وشيقي محيو كردي وحان كاينو نار كشبه إنه النار كوش وحان كان يؤكر ليبول عبيد الله بن زياد الرجيس وحي مودة يامبرين أن أدو يسكوها إنه يشقي يمال عن يسكوها إنه إلهي بان كرد أرتي لقد كفروا كفرا صراحا بوري قال لي ما عبد بي كرد عيونا كوها يستا وروح أن يسكوها أدو يمال أبو أنس المالك بايري أبو بكرو أنا عبيد الله وحمار كانوا اجتهادي وويلش هذي وناتشيي اجتهاد بات شكتي بورها قليه رين هرواني خوارج تنلا دقال المحسن إزها عبيد الله بن زياد ما خوارج بوك اجتهاد بدني هاي بور ما يبور خوارج اجتهاد كودي عبادة ذي التأويل كودي الددال كودي محو طريب من أربع كوك قالين مسجن ريكو هالي من أربع كوك قالين بور لما عذر داري حور حسن البصري فرجعنا مخصومين أني أرى سبحان الله بني أنا قو صوت شبنا نرجع هلايبو يعني أصل دينيت بيكاد يجن سلفكو صدرت منك لورنجر أبو محمد بن بزيد القيرواني عور ومذهب أهل السنة والجماعة أنه لا يعذر من أدى اجتهاد إلى بدعة خالف فيها السنة قاسو خوارج مثاله كان ومذهب أهل السنة جوري ننك بدعا انتو لي ما دب بدعا سي اي كنتو انو اسل دينات كدو ميو لو معذور دارو وكي النبي قول انما هي كسالة بضان ابن عباس بقال انما انك ميا عرطين تيس تكان هياني سوم هياني السلاة هاني قرآن كاخر من ايان وحول باي سميان بور قول يهان سوفيه دي النصارى دا يهود نفط اسكاق هذا هيا كما يدد البنب الكنور واهل النار وحول بود وناغو الثامي سمر هاد دين كبال مرتو ود أصل ديني الدميسو لقول عذر داري ماي تنا أصل وقه وقادة مركزي ود الدوحي كليه ننشرك كل فليني أو إلهي غيرك عابدية أو إلهي حقي سخاص كواهيستا أن أولي على كلا جرنين أن آدمي رب كلا سوعي كرين يوحي كليه وليه ومسلم ولو عذر داري ومتأول وجاهل خوارج محل لقول عذر داري و يا كاقون درا نبي محيي جهل يقول محيي القرآن كأخرنا يهلك أمر دافعي ما بفهم أيام بق واحد تاول أسناني سفاه الأحلام إبروي
ونمن مان قابن وأقون درن جاهلة دلوا عذر داري في خرق ضروريات الدين وحلو عذر داري لها كون وأصل دين تا أقعد مسألة هذا سأفهمه مسألة الله بعد أبا هني الله برروشيو أيدنا وحوي حلي وحانت الماني حلو يركب الله ذي مركا هذا الفافا عروس بان يكسي داي مركا أيدو أروريو مركا إذا كله الله هي عور نبى الله شيء مركا دا أموس بوحناركي أي سروتة أي سروتة هذا لقى ما أموس يكر سروتة قانا وانا جذي صومالي ماشي كتشوكت بلقي وحاز أي لوت ورا مركا سره عبد الله على ما أموس يكر مركا مركا كهل لين خوارج خوارج محلقون نقطة وأنا سوق من خروج كسياسي جاء يكي عقد جاء متك سياسي جاء وحال خط بقي كرتا أدلة كتمت ذم الخوارج وحال خط بقي كرتا أما هوز جلين كرتا مركو الروح كبحه إمام عادلة كتاب كيسون هذا نقرق مية حق مامولك سياسة ديد مامولك الرقالة متك وحقيبين متك حوقا منا أنكو خلدمين تاسد هوز جين كرتا أحاديث الخوارج ذنب يكوين من أحاديث الخوارج تكوين تاسد هوز جين كرتا ننك مركا دويد المسلمين تورقان ونظامك أسحاني هاي وكتابك ربي كامر قادان اي ودينته ذو كردق مي ننك كرسدون يا مضحدون انتم ماشا ويستاقي كردان تالي يا مسلمين دولد دان الدومين اي ومدين لدك الله مي والهوز جين كرا أحاديث ذنب الخوارج اتكال لكن لما هوز جين كرو حاكمكم مركا هدو مسلم يهي جائرنا يهي لكن شريعة وكردق مي كأسال أهان ميلها قاركون دو كخال دمو نينك كوبحا أسوغو ديدن دول مكسي جور كيسا لما هو سكين كرو أحاديث دم الخوارج سكة لأوا بغاها اللي كرتا ووران كرتا ورنيه الصبر إلا صبرا واناكسن كانوي أمدها كالتشبنن أنو دول قادان أمير كان ووران كرتا أدادو أنت ميها رسولنا كسو قورا ديكو تالا لكن وحان ديدن هاي مهو سكين كرتيد أحاديث دم الخوارج نينك كوبحا حاكم جائرة هذه كله وحا خوارج كان نقن حسين بن علي بن أبي طالب يا صحابي لسعود يا تابعين لسعود كل بحي ريب بن أمية وأنا رش النبي محمد ويل كيسوي فاطمة رشيد قرنيسا وحا خوارج كان نقن صحابي تابعين ريب بن أمية الله دجالما يوم الحر أهل المدينة ودان قرنيسا جور كذي دول مقولي دي دنا كرسودون ما يسنا هاي وحا خوارج كان نقون ايا فوق هذه التابعين توردن اي علماء المسلمين تحلقي حجاج بن يوسف يكبحين اي عبد المن مروان يكبحين اي لده قالهم يجورك سدول مسايد يدنا اي كم مصلحة اهان اي مني ما اهان ورحاكم كان هذا وحكم قوانكر هذه ما انت انه كبحان والله قالهم بلا يكلا كدعي مفسدتي وركوين با ايمان ينخرج يرمد كوين كصيحين او دول قادان او مسلكلي لكن حاكم جائر ان كبحي خارج ويا ان اتداد او هوز جيسو احاديث ذنب الخوارج لا دليل عليه طانا ان سوف انتم بيلتا معتقد وحيس ولابتي وحنس ولابتي خروجك معتقد كاها خروجك معتقد خلاصيس وحاوي نينك لي ما دبدعو نينك امضى كنت تكفيريه بدعه سوى امنسيه امضى وحكو تكفيرنيا راي يا قول يا مذهب اصقو قبه رأيك أي مذهب كأو قبنا وحو خلاف سني هاي قواعد الدين أدلة قطعية ضروريات أصل من أصول إجماع المسلمين ننك النوع عاسى سوى خارجي بدع ليمد أرتب قبا قول قبا مذهب قبا مذهب كأمضو كو تكفيرنا يا كو خلاف سن أرتب أرتب أيضا عد خلافته تكفيرنا يا كدبنا وحقنا دي قدونو بنيستي يا هنتو ذي مال قدي حرمة وديبا aragtidii saanu u galeysiinayo marka miisaanka shariicada la saarana wuxuu waxi khilaafsan tahay usuushi diinta adilla qat'iyya ijma'ul muslimin daruriyat kitaban wa sunnatan wa ijma'an wa yu khilaafsan yahay ninkaasan waxa loo oran kara ha wa khariji waxaan hoos geynaysa adillatu dhammil khawarij ba hoos geynaysa limada
لأن الحديث على أصل بال إذا ذا خوارج بالعادة كل عين محيي بدعة وحيلي ما دين خلاف سن أدلة ضرورية أمضنا يكون تكفيريين صادرت بال عاي أو أدلة داس ونبي كيد الهزجي صادرت كوا هذا الجوعة إيه أورانية مسلمين تدوني ضروبان إيه شهادني إيه سومي إيه صلاضي إيه شعائر ظاهرة موجسنا هي عملا وقولا مسلمين معها نمن كاله وجماعة محمد الرسول الله يكملت هاي وذاتك مجرتين وذكرنا إسحاق بيلت هاي ينتهي لها المشبة وخوارج كوي هراولي بردامي محايا إلي إن شعائرت الله اعتباريو شعائرت وحنا كوضنا شهادتين كود كودا واغدو صلاة تكتو إسلام كود موجيساتو هدان قال لما هو سلقوقو أغين إن إسلام لما لغوقو حكم وحاد موجيساتي ومسألة معلومة من الديني بالضرورة أيقونا شعائرت الله ما تحقلين أيو إسلام لغوقو حكم ما يتاقين مسألة دا أيضا وح خلافة كمتشرو شعائر تظاهر كأف عائشة إن ضدك إسلام لو حكمه حتى الحنفية نقوم خلاف سنو حنفية هالمسألة نقوم خلاف سنيهين أو روح قال لمهر اللقوء أو يهوديها أما النصرانيها كدبنا الصلاة يصون يحج يأسون عمل وأرق شهاتين كبس اللي مادة لا إله إلا الله محمد رسول الله بس اللقاء هيا هران إنه قال هذا اللقاء هاي وحكروا عملوا إسلام اللي من المتشروا من كاس وينك خلاف كقبار خلاف كذن وخلاف بدعة وباطل وخلاف سن كتابك يا سنة يجمع الصحابة والتابعين لو منه رنا أبو حنيفة كأيما خزيه لكن ددك إن هذا دنيا ربنا وكله أعمال الإسلام لا إيمان إياه أفعاشه ذا كم وقت إسلام عند الحنفية حتى ومسلمين إسلام بالله حكومية خلافكم مش كتيرية مش سكتيرين ودسك كده حقلان أقوس ولا بتمسألة ده ما لك لما نكون فاي قضية دانا سيداين أدو فانتين بيلتاي هل مسلم مرك إير رعدة وحاوي إن بضن طوائف بان شكشيغا قبائل بان مقعابا أفراد بان مقعابا إذن كنا واضب ستان سومالا داتي وحان ربائنا إذن له ضد كان مقعابا يتصالون بان كودا إن الله حكو فانتا قال لماذا يتكفير انت يدقان حمد الله شيغي كوركاون هدي الله هابيو أول لدتشنين ولجي وحول لسان أبو جهل يا أبو لهب وذا دي رياق الله في أيوه منهاج الله أخرنا كتاب الجهاد مكل السوق قاري إيانو تفسير القرآن هاي سورة الطوبة مكل السوق قاري هذا محسوستي وهو راشي كذا يقدم بيسي يا شيخ وحيكود أن تفسير كو أخرنا هاي أكون سقال بقولي أفرتميدي ميلا صلو قياسا يوحي دهين ريك الصوفيك تالي واقدم بكفر عمي وحباري ريهيرا شجامع الكسا كميدها حرتي شهادة عوليهم با كميدها واقدم حقا كنفر بالله عري أيوه قال الله ففر ديه قل يمشينا ما شهدت كي يكون قالي سيان يا لو أخري سورة أنفالي يطوب اللو أخري حرتي وحي دهين شيخو قال ذو سورة الشيخ يسأل لك الله أيو مكوان بور تصارن أحمار دهها مسواكو كفار قريش شيخ وحوري انتو هرئيس كفيري كوان وي وحيد هداد ماكو جهاد واغو هنو بريال ليل واغو مركو بريال ايو ان ديار قروبين وان هو بهاي سنين بايا حمارة دي بورة بورة قالا فكر ريسا سارا ما كبنتو اللي قد بننك اركيبا قرن هاي امساد قالا فوين اتنكا كسار ريت بايا رورتو كوكالا ايو وحبهاي سنين تحلى يا شيء يوحي كلك اللي أنك طبت هذه يبقى كوري وبورك ويتم بكلك اللي قولي ببنك هذا لقوف راي وياك جيس يا وحيري وحن ببضة كواي وسوي مرة مرة وسوي وحكي في جمتر ودادي وحيرة حيرة عرطية ويقدم بلوي ما لو عرطية أو شاك شيء كينتر أنا أو شاك شاك مصدق بأي شيء كي إذا ركض دون حكت هاي أنا ويتشر مركا وحوي وحن ضدك أم جعابي إن طوائفته أشيغي إن دولته أشيغي إن أضحك فأنت دان شخص أنكالي هاي يحمي أنك يحمي سجونيا إيا قبيل أهانا أنكو ديدي إيا أرهانا أنكو لبسان يمترتي لقن إيا مبدأ إيا أركتهم بانكها الله مركان داروض مقعاب وقليها ويوقس لهايان
قليها دارنا جنك إزجلا جلها يا هدان هوي قال لعون رغن حماة مركة المام هي تصلى وسوقاتنا أيجي وجنك إزجلين كوي دارنا وري بيلي ينواكشي ده يا وحاسي أنا قد دن كمله تصلى إجت هاي أنتي نمسلم كوايدن شعلها عدة دنتم هذا كين حنا ونعبها مبدأ يا أركتي أم بحقوق قيمين يا مقع عابد يا مقع برد بدونا إن ذو حكوف فانتان أم بربايو تصلى عذر كأب قبطان إسك سارة أنت وحير رعدة قفك مسلم كوحون أكسن إنه واقع على الصعود وحنك قيل يا إنه وحواه رصاب اللوضي ومضى مسلم كدمية وأمن كنتاجوي هذا الآن فهمه وش أيضا أشخاص كفيرسته وهب المشو مرن مرة يا سكتر هذا ودرجمني لا تكونوا إمعة تقولون إن كفر الناس وكفرنا وإن آمنوا آمنا هي الراحة نقولني أرانا يا هبل ماشوا مرن مري هذو إسلامه والله إسلامي هذو قالوا ولا قالوا بي هبل بيقول شرنا تقولي بذكره هي آدموي وحاسك إلى ليا قد يضع عن حالة المامية حكم الله كصابسا حاكمية الله في الكون كصابسا وقد يد مهمة دي بهداني دي عليه ومدين يقول هي ربنا إسرائيل يهودي النصارى سيؤتصنين الدين كأوه يستنب قاين روشي حديث باقوت ميده أي طائفة كفل لاقودي دين كبير كبحين أركتو فسها ثنيت بيضمعين إن الرهيب بنو إسرائيل إيا النصاري يهودكم معمولان دقال باب اللوضي انتي هوشا قال لي ماذا دي داني تسير لو عرسان يلو عرسان يلو وذي نبي محمد يسحب هذا سوق قال أيوه وداد ولاد كنو ليه ومالصو معضاء يبولسوفيات قودشية قيد كوركية لاك فرق هستية كتش رؤون وحب غبية صدحة دور فرق ترس بنبي وكسو قاري كوي الدين كي إسلام كبحي ومركة التوريد إنجيل كبحي إيه قالوا بي أي أدون كي قبصدي سياسيين كنغضي بقرة كنغضي كتليني انت مسلم كأهينا وحاكنا ولا وداد كنا في بحي صومعي الدير نفس القضية مسلمين تنهاي ستة إلى النبي قال نوشي ماشي مرين إن لم مرد دونه صادو النبي يقول أنت عليه الصلاة والسلام أيكو الدين كبحان أيكو ولي بإسلام كشيغني قوله وانسومينا وانصلاضينا محمدنا والرسول إلهي مسلمنا والرسول كله شيء أساق واجب نقومها كان مؤقلين مسلمين بانا سيدا كنا صحابة هشكدي أبو بكر بإله ومضى كل رقبتي وحور إله بان كل رقبتي شيء والبا إله اللي قدسوا عليه ماشو النبي وكوغا وحا صحي يمجر إله ومضى كبت بادي برت ونبي وكوغا كسوا عليه نبي محمد أنتو الدقال لما يي أما النبي يقول نولا لواتين يصدح السنة والنبي يقول نولا صحابة الشهيدين لا أتي هل دقالوا أبو بكر وقال كبتان باكو دمتي مركل الرب الدين كأي مسلمين تقول لقوع عليو دحالكو دي أصل كان لقوع عليو لما في ريو هانتضا إيا النفط قو أي سلام إيقو شن مليان هذي مال مال كل آنيس حقا نعم آمن سنة إنا نقوم بنا بكو حقيت شنة إنو شيء كستنا هلكي سكو علين كرم ملايين نقوي هاي ملايين تحولك سوى قادم هاي وإجماع المسلمين حروب التحرير إيا حروب الغزو بال إنا تكلفهانتان مهم وي إنه قلنا للدوليستي مركان ربنا إن دين كان الرهاد كي سهوري نبي محمد كي قدتك أن كعل إنه إيه مركان أنه هلا بصير إنه حقان رأس المال إنتان هيد ربح رهادين إنه دولة إنه قال رول كي تشوك تان قصع إنه والله وكلا باب حروب التحرير أما حروب رد الأمر إلى الخط الأول لما اعتباريه زيادة المفسد على المصلحة لما في ريه وإجماع المسلمين كون ميلها تكنا عليها اعتصام جديدية مفسدة اللي ايجا هيا ونمان الدين كاقون امد ميلها كره امد كمت امد نمان قرن ان الدين كذا اقون مركو اطلي كان فوضوض مشكاسا ايمانيس مفسدية مصلحة قرمال اللي ايجا ومركو جهادكو يهي طالب غزوي مركو الدفعي يهي اما حرب التحرير او يهي لما ايجو زيادة
المفسد على المصلحة ولا العكس ملها النجو أنتو دوني النفط هكذا ما تمسلمين تبقول كيف كنتنا كلياته بقول كيف سجاشن يشنا كلياته شن تصوها هذه هذي ملايين يان إني جو من حقيقنا يان ولو بعد 100 سنة دجال خو سعوني لمن وشوشني إجماع بعلم السوق جوريين لكن إنك فانزن بفانزن قد يدم حنوجي ذا أبو بكر أصل كيف يكون سعولي عمر باسيود وين سعوتي دور بقول السنة كدي أيها سيد أكره وحد على إن مورد الإسلام كلا قبح ونظام كدي سياسي ودين كقبح وطواغيت يا قوانين جاهلية يا قانون منع الرية من أيديشيين يكو يتطاركو كان تلا كان صدو حاكمية الله في الكون مرن لقليو كوا إسلام شيغن يا مرن قليا ويدهان مسلمين بان أهانينا نظام كسياسي أنا ملك لان كقاضنينا دقالك أصقب إلى أمن كان تاغن مسلمين توال لتشبيي وحاسد عليه وقبصدي نظام كي قالدو ربتي يكو إسلام كشيغن يي قالوا أُجحنا يبا أدون كهذا هايستا أو ربعين يطبقان نظام أي بشري بن آدم دجيي أو قال أصل دجيين أو يهودي نصارى دجيين أو مجوس دجيسي أو يهنودي بوذية كينين أو باطنية هي من كينين أي أدون كهذا ربعين لغو مامولو انت ديدن نوا انت ميلاح كاقل قيلي سي عاما وحبا لسعنين وكلو واذك قيليا اسكاقا جحيسا روغي إسلام كوالا قاضي حق حكم كي سياسة دان كهاللهاية سياسة كرالا دباقهاية تيبا أدون كهذا هيسا طول الله سميستي جمعي دقر أمها كرد حيسا كل باب ميد مركا مدحوين الشيك تو الصومالية دو إسلام شيغان أي يا كل باب نظام دو كتجابية أفريكو دان أو إسان كرد عند ديمقراطي وحلا إلا دو صومالية لو كتجابي هادو كور بان كلاها بل كوغوه الرياء النظام الديمقراطي المدني قاطة صومالية بيها هاي أفريكو دان هذا وركم يضحي سات مجرين آخرية تاريخ ذا نظام كأفريكاني شيعي ذي كل سند علمي ماركس اللينين قويس كوه الرئية دبقة قاتل صمالي بها هاي تيهرنا هذا عدا نقود دبقي وكيلو عدي مشارعان كودا قنا مسوحان كودا قنا دستور ويبرلوان كنو عديين شرعاكو مدق مكرري دستور بان كودا قمينا لحدان يدورك وتقرنيسان لحذنك هذا تضبات ميدنا شو عيد كوسا ليسن علم جا روش كبرنا لا يابا حين يسيت برو أنت ولاك كوسا ليسن علم أنا جابن جارين بده أنا جابن جارين وحول بامك اللي كنت جابينه يا ودين لنا كيد كنت جابين إنك كهلنا وحليذين وانو والن السجد واركيسان شرعاتي بقى لغا سعودا دين كيني باسي روغ اللوضو بيا كوا إسلام شيغان ايانا ايدين كسود دولي قالانا كدابان سدا وحي افهما دان كلو ايدين كلاهي مجرتو لا قويس بان نعبين لا داروض يا درق يا هوي إساقيو ويحي الله الماو دنبان ايكلا سعوري من هذا دوحان ارقا ايمن ريحان والحسان وقال محايل محايل برو تكفيري اسكحان اقسم وابد مغشين بيلت وأم الواقال محاسد بروكها الله وشبل الواقال وهبل الواقال كهاي معايلي محاسد برو مؤمن هابك يتكفيري أدى عبد الله يسوق تكفيري تكفيري وصور باش محوها كم يكدم بيردهم وضع سومالي هالك يسكي جوكته تكفير رمية قانون مسألة الله اللي ما فهم سنو قبيالات يقومية يفارق بالباب بعشي وحكوا يفهم أيان متجره وروحان كهاللينا أديك ضد نماذا دي دين تادي ضل كادي واحد وح كن نقول الله يد وإنه ولدك لك ولقومك وسوف تسلم إن الله وح نقاطه أود آخرية دون بالليبان تيان كتل لنا وكذا واقعنا ضن كلا كامله لكن مركز كأر كيس أوكي يلا حنو بلايات قبته والروح أي 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 دقو يكون حلينا أتكد على الله ميز وح كوك على بحية بشر إذن كنا باش إذن بابسيا قبيلة دا إمرك قويس لا تات اللي إذن دنقان يسسين نبوك لك دنقو أكالي أما دنبل لقود لكي إسكا داي وحا عن شكشيين تصالي مثال بان كاودا دادك حتى أهل كابا إن بان لقود بصدو حسان وريره ما تسكا دايسيد وحا نمك عالي ما دايسيد هادا إذن كنا إدرر ما دايسا
وأنا سك أمسي لها يدوم مع عابين يدكم بها جاكتا هدي مركل اللي ده هذون هوشاسي قال لي ما ترتاح الله سكيل على دين كهالو قرض رقمه والكتاب كرب يا محلو يا كتبه اللي قلها محلو كتبه هيا وذا لو نك كتبه الشيء نقول بكوفيت بقبا حسن شيخ محمود أصدق بسم الله السلام عليكم تكون هاي القرآن كأخرنا هي إذن خط بيني أحمد عبد الرحمن وأصدقها حديث أخرنا هي آيات ضلضلة هاي فلما فصل طالوت تكون هاي أفضل هي كسعوتا نمك تقول سو دولا وهاي الدين كين الدمنا يضل كين إبسنا هي هذا الله دورني كاسيو تقول سيرين سلام بيناتك يا إسلام كوه بكت شري على الدين سيد فهم إيزاد إن عبد الله حسن وحول إن أقدام فرنجيا أما ألا دو بإسلام أوركبا أوقلا أما إمحو أما أركبا أوقلا أما أوركبا أررا الشهادة بين إسلام ما هلقو دقو إلى هنا نمو أرم برا أنو نمو أقل أنكر مسألة الولاء والبراء بكه الله هي ورنتي وهو أسقو التاقناي هل هي نبتك أسقط أقول نعبك دي قويس أن لدك على اللامين قول يا رياء أو هذا أنا شيء إنه قويس خير آيا كتير حتى هو سوق قرنو الصومالي أولي قد دروش بأرك يا حسكليهين أوجي بدلي أباهي برعي جيل بفور مدوبيي رحوين بويدة كليهين وحروا كان مجيء أسبي أسبيا وأقوم مركب بريو أف إسلامي أف قالان كوجي ما دعاء أدون كلا أركب ما وأقوم مركب بريو سيد كيدو على مجيء كان محلها ما تصبح لا مزه أسبي لا يروى قاله حق الورك ما بسوا قارم باباي بيردو أسكري روسودرو مالهن من مرتدو كدي شو يجرتا هيران بمصر رافع تلقصي بلوكاس قولي رياف قابه دركا دور تشوغا وحيدين وابن تيوغيل لقا قاضي ما بسو قاعد أرلعو لي حتى ما بيمان نب وبيقان حتى وقعلان مسو قد بن نرو بقاءها وهالقاسي إيمي كدعا أقوه ريسيب حقود دين هادي قوم بقود دين هاي حتى قيل إيكان لايك فردية أطادني عيادة حتى إيدين كاسميان أمالين هاي قال يا حتى متشرو gurmo goodiya horta resurbo soo dhaaf way harti iyo isaaq goobay idin goodiya idinka almihim ninki dantina ka taliyo dhaw waad u darantay aakhirna waad ku maxabsata sidki sida loo galay hada la isku haysta qolihi baa gari raaxsan farood waa laga bixiyay sidkaad waad raxwayno kitab qor wuxuu leeyahay nin hadamo aba sidku kitab dhan buu ka qoray qolay marxaana sheeganay قولي محمود سليمان الشيغاني قولي الرياء وحين أسل كيسي من روح حسن بو أهايو رحوين بو كرنا قمو واقدن بو كتاقي هالكاسو كبحي معلن قرآن بو برلماتو يقول تاقي علي قري محادة لسكو واحد دا بقولك سنة قدن بيسنين مقع على وقد يدينو استاقو وكتاقي يوقو وياي هذا مقل لسكو الله ينايا صادق مخلصو أهو خير بدن هذا تقول لك الله ميسا دنتي ننكا وضيو ننكا إذن إيب سنية إذن ضغي كلا فهمة انتا هو إيقادر دار وحاد إبساتين الشيغان وانا قم بانكا وضا الحمان وقم اجي دان خاص وإذن كلا ما إجرتو إلهي بقى إيقاصر رأي أو ما إشكالو جري حالي فرطة تاقيس هبينتم إن شاء الله حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي قال حدثنا شعب الحجاج عن محمد وابن زياد الجمح البصري سمع أبا هريرة مع الولاد كان حمل زيادة كل رجل ضمبه وبصريين عبيد الله بن معاذ وبصري أبيهن وبصري شعب الحجاج العتكين وبصري عن محمد وابن زياد وأصنوه وبصري كله أنه سمع أبا هريرة يقول أخذ الحسن بن علي وحوقاتي تمرة تمر بقاضي ومن تمر الصدقة من تمر الصدقة صدقة تمرت هذه زكاة تمرت هذه صدقة زكاة الله جودة فجعلها تمرت وحوية إلى حق حبة تمرتها في فيه أفكي سيب وقال يبرك يسنا فقال رسول الله رسول كلام وحوية لي كخ كخ يا كخ كخ بوال آخر يا كخ كخ أف أف ويا أما طور وكما كلمة يركع عن أنانيس إدسكتور عليه ذا هاي وكلوي كخ كخ يا أما كخ 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 نوال آخر يا ولا كون إرمي بها توروي كخخ مركوا كلمة فارسية معربة وأري قليها رياف فارس أي استعمال جرون عربتنا استعمال جرته وسادرت البخاري حبابيستي باب من تكلم بالفارسي تورطانه
حديث كانوا كوكا إن مركا قاركود أفوف كالي إلا استعمال برشود أي استعمال شو أتكوها اللي كرتد الروح وفهم هاي أظن مركا أن عادك الدقنين إرمي بها طرب النبي عليه الصلاة والسلام أما علمت حسن موادا أغين أن نقول لا ناكل إن نعنين الصدقة الزكاة إن صنوب بناني عند أحمد رويدي سباك عضيضو كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم تمرا من تمر الصدقة والحسن في حجره نبي قال لتشوق أبو هريرة ورنا نبي قال أكفر إن مال مال ما كمذا أسوق التمر زكاء قيبيني حسن وربط النبي وقفر ديو مركز حسن تمرت لقيبيني مت كم أن تولع عي يوافق قشدة وإلما يرعى الرر وحن بين حارانك تيمو نبي قال مركز حسن وعن أنتي مواد أقيم بور حسن رو إن أن تمرت النوبة صدقة النوبة ناني يعني أما عينتو حلقة عبرة شيء مركو عدي هاي أو نينك وين ينينك يربى إنا يكور قبان لمويو حقا نظرة الروح كو خلطين وحلا ميادان كور قبين بأ ورهبلون وشوك ميادان أغي يعني ولو دوك يهو أدو سيكا آخر سنت هبلون ودين تسمو أغيد وحلو قادان الله روح ينو بان أغينا ما أو كو خلطمو أي الله عبرة. حدثنا يحيى ابن يحيى بن نيسابور التميمي قال وابو بكر بن شيبة وزهير بن حرب جميعا عن وكيع ابن الجراح عن شعبة مركة معاذ ابن معاذ العنبري ومركة متابعين يعني وكيع متابعين يعني بهذا الاسناد سند كانوا كتب موكي حديثك وقال وكيع سوء في روايته أن أنه لا تحل أما علمت موضا نغين أن لا نأكل ماشي آيت أن لا تحل لنا صدقة إني سنصدقة نوبنا ناني إن أنا نعلم بيتورا آيت النوام عي إني سنوبنا ناني حسن بن علي بن طالبو موضا كورقبين حدثنا محمد بشار بندار حدثنا محمد جعفر غندر وحدثنا المثنى حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن شعبة في هذا الإسناد سنة كان الصقعة أي كتب مركادنا ابن أبي عدي إيو غندر با محيم الطابعين وذدي هوري كلاهما عن شعبة كما قال ابن معاذ ابن معاذ العنبري سدو يلبي كوريا وذاده آيت أن لا نأكل الصدقة صدقين أن نعلم ميادا أغي ميسن كوريا سدي وكيع أيلي ما وانا كور قبن إن زكذوا أيسا نوبا ناني وحدثنا حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن عبد الله أخبرنا عمر إنه حارث وابن يعقوب المصري أن أبا يونس أبا يونس وسليم بن جبير وذاك الأورنجري أن أبا يونس مولى أبي هريرة أي أها أبو هريرة حريي حدثه وحؤت بي حديثك عمر أبا يونس بحديثك أؤت بينا يا عمر بن حارث أنا قلت أؤت بينا يا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه ينبغ إني لأنقلب إلى أهلي أنا وحان أقدم يا حديثك أورنت إنك تجين وحديثك روحا كتشيرو لغا فايدي سنية شيء عام بنانين إددك ووين حاران تكا إن لو أقولين عرورتنا وإن لغو تربية كعلين تيسا المها يركي هذا شيء دائمها إمها حاران إيا محا حلال أن كالقرانين أصغو يرواجب أدك وحاقوقوا إنات كعليس خمرضة بنت حتو يدا وحان أبنانين بات كلادة قالميس لديهم ما يواسقير إسكدا فرحو ماذا زينادا وحاصل أنبات كلادة قالمي وحوالبو نينك وين حارانكا المها يركي أبا يدينكا والقلات دقالمي واللقي علني أساقو حارانكا ما لكن هذا واجب كوكوتها هي إنها تكعليسو سوء قد تربيوبو اللغو اللي اللي هدو مركو قان قانو حبنانكا كمر وواجب أوليادا إيا قعالكي والدي تسارنو المها مركا سوء ردي اللغو اللي هوشا يدا هدو مركو قان قانو ولقب سنية تاسو مركا واجب ديني دوي حسن مركز هو المعروف قان قالنا ولا قول لي سيكون عكرتها هذا قالوا بيت الرسول الله ما أنت هنا واحد كوب بنا أفكار جلس واللي بق رواية كلينا بقول دو أفك كعنت كجلي يقص الطورة وبناء كطورة مركز قضية ده سحدك كتيرة لورن مهيو ورفع القلم عن ثلاث قلم التكليف سق والله كري والله على ما لكن هذا واجب كسارين هاي إن أمرته كل دجا لنتو كعريسه بالقربة محرمات كوليبة واجبات كبر وحدثني عفوا اني انا نبي حوري اني انا لا انقلب وحنسو قدمو سو نقون يا اهل ريركي فاجد التمره حبت من انهلها يا ساقطه اذا كدل دعده دلتا الله على فراشي غوشيدي فراشكي ثم انت قدب ارفعها
وان قادي او غوشي بان كقدي لاكل ان عنا درتيد ثم اخشى وحان كبق وان كعبسن ان تكون صدقه اذا كان نقطه فالقيها اما فالقيها مركز النبي تورى يابور انا اسك دغيا اصل وحا غالبا غوشاد يو غورغاد وحاد كهشين او عاد ليده اما تمرتاد او يها لكن ما دام ما رب النبي غويسه تمر صدقه لكن جري او زكاه او مركا او قيبين جري او دحي كتحبط كدعوا اني ميشه اي تالو وحي اوغا تغ تورعا وباب تورع مركا واتورع عن الشبهات ايا ليده هذا واصل حديثك او يها وحدثنا محمد رافع عن نيسابوري قال حدثنا عبد الرضا بن همام حدثنا معمر بن راشد عن همام بن ابي قال همام وحوري هذا ما حدثنا ابو هريره حديث كان واكون تبي ابو هريره عن محمد الرسول نوغ تبي فذكر وحوشه همام احاديث لو تبي النبي لوغ تبي او تبي ابو هريره وحو كشغي احاديث منها وحكمدها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله وحوري ان والله الله ان كدارت وتوكيد ادكين وي دارتي مقصوده دي ماها اني والله لانقلب حن اسو نقن اسو قدومي الى اهل ريركي ان اسو دهلمن فاجد التمره تحبت مرن هيلها يا ساقطه كدل دعدي على فراشي او في بيتي ام غرغي بان كهلايا فارفعها وحن كر قاد ان افك غلي لي اكل ان عنه ثم اخشى وحن كبقي او سو دعيسا ان تكون ان نقط صدقه زك نقط او من الصدقه فالقيها مركزا توريا اذا وحاوي وتورع مبالغه في التورع ولبا شبهات كي وحيوات كبقيس إن وحكوكو صور أي آخر كوكو صور نوضا إن لقف لقاده ورعنا وينيك صور من ري ومحي وترك ما يخاف ضرره في الآخرة ترك ما يخاف ضرره في الآخرة وحو البقوت كبقيس آخر أمو قربا وليس كوكينا أدون كينا تكفق تكفق يسو سحرق ديربا لسك قطراي أيال ليدا دا ورع ليدا دا زهدنا وحال ليده هذا إن بدنا وايد كل علية تعارف بدنا بلقى بحي وعوق في عن ترك ما لا ينفع في الآخرة زود وحوي أدون كائنات كجفقات وحنا آخر حب كتري كل ذي مهيو دم بلقى ذقور مهيو أجرنا كيه اللي ما يزيد لكن وحب كتري ومجرى آخره ما هذا أقوم مشغولي الزهد هو معي وترك ما لا ينفع في الآخرة من المباحات إيه وحي الله لم يتكو رنب اسك غفغات او وحو خطر يا اكو مشغوشو اما الورع وشيء يدعي كرت اخر انه قديبو اما لو قبسدو اما لو ادي اد كغفغات اذا غالب هو ما حتمرتا ان اي تاي تمر ربا وحلاله او تمرتا غرغيس تاله لو كين اسغو ولها اهل بيتكو اي لهاين يعني حاسسكو اي لهاين اسغونا ولها نبي اون اهين زكيه صدقان اهين با غالبه ماشي تالات غغران غرغي تالات غغران guriga nabigu ma ahayn baytumaal bangina ma ahayn sadaqadka iyo zakada lagu ma keydin jiray marmar inay uun timaado nabigu ku qaybi waa dhic jirtay gaalib ka nabigu wuxuu uga tagay khayr xukuma yeele shar u tookay iska fogey idinku hadda waxa dardaraysan oo banaysanaysan waxaad hubtaa inuu xaraan yahay ama malihiin u baa inuu xaraan yahay ama ogtiin shubax xoog baa inay ku jirtaa xoog maraysa awooyga ku dagaalamaysa masajid oo mudan ka ugu horeeyo oo ka quraan akhris fara badan oo ka umra badan oo salafku ruuxa taqwadiisa iyo cibaadada waxay ka eegi jireen xaqqa naas uu iskaga ilaaliyo iyo xaraanta iyo shubada uu iskaga dhowro argisan in safka hore aan laga waayeynin todoba juzna baaliga akhriya quraankii saddexda bari mar khatima لكن مركو حق الناس يماد هي انها عضيني بهلا وحو ريبي تشيرين دد يدي وحو دافي ان تشيرين خيانة دقرتا وحو كالطوري رمضان كستان عمره تاقي هاي بل سنة كلا وقور بعمره يستعمى كبضا أساقا كادة دال بضان رانك كالي لكن هل كانوا كأفيسية dadku meeshii ku aafaysan inaad iska ilaaliso ayaa mararka qaarkood waxa taqdis lagu qiyaasa hadda uu meeshii biicabal ma ku jira xugo biil ma laga helayaa war iska daanaga naqaane culumaka noo fudgoone wadaadkan khariban iska daayay wuxuu ma laga helayaa ha waa lagu dhaqaaqay shubha iyo diin ilaalin iyo warac iyo ma jirto haddii maxaa la sameyn maqribaan qaato wadadan fariistaa buu kuleh مدبجيف با نقضاء
midda aad banaysanaysaa adu og id waliba diin ka dhigayso waxaa dhaanta xaraanta inta u baydho ilaahay uu caafinaad tiraado lana waa mushkilo wey inaad xaraan diin ka dhigato oo diin xuga diin ka dhigato waxa khawarij eedan wey yuhuudnimo wey nabi wuxuu yiri iska ilaaliya لا تستحل محارم الله بأدنى الحيل الحديث كي ضعفه كجر وادنى تحصيرية سيد يهود وكال رقم كي يهود دي منافقين تسكر دورة اسك إلالي حديث كي عمر نعاس وحاكو جريبة عند أحمد والحاكم والبيهقي حسن كا قصة كالي والنبي قبصة تابين وكسي حوا حاس حاس كالنبي محمد يكشي كيس وحيد النبي هابين صورة المضي وعشي وعيد قالوا اسكسي حضي وحير مكو تيفي مبارك نبي وصيحان لو قال قلاني هبين كون أمبو قال قلاني مرضا ما انتان صغى نبي الله محاكو قد عاوات صيحان لا داي وابا الذي لا داي محا نعود لكو واقبا لا إياهي حيون هداي مران مركان قولي صغى قلاني يا حبات تمرو ميشا للعا تالا يان قادون أفكا قلي وان اسكسي حضي مركان آن قام إرابو ونده سي قلني بوحان سيدي حبات تمرتا آي أما يتاي صدقة ما يشكو دعضي تمرت درها الآن قيب إني حبت كفاني أنت أميت تاسا نبي قرد دا أودي دهبين كودن بسوچي دي حنون وقحنون صنوي أميت تمر صدقات لما هو بو غالبية هول الله بدن يهينا معه وان نادر روح وحو إلهي كعب صدا كل بنتو يقانه إلهي وحو إني يا روح كل بر ربي أنتو يقان آخرنا وحسوسيا سكيل علي حرمت هذا وقف هذا إذا حديث كم حاصلوا يا قاعدي وفرع من فروع القاعدة أما هو مثال حية من مثال حية لقاعدة التعليل بالمانع يستدعي قيام المقتضي نبي حول حديث أنا كبقيني إني صدقتها وأن عملها مانع عاسك علي الخشية من كونها صدقة habada timirta meel ku dhacay baalida ah ama jidka laga helay ama gogosha laga helay iyagoon la idoon la baafin ama aan la yahadinin ama aan la heebari in la iska qaadi karo la cuni karo yuu nabigu inoo sheegay hadaan laga baqayn inay tahay sadaqa iyo zakoo sadarta hadithku wuxuu asal u yahay qaacida fiqhiga la yiraahdo muhaqaraadka waxa uu binaadamku ay iska durbay ka samraan in aad looga sii fikirin haduu kaa fakado qalin bigba meel kaaga dhacay dan qalan iska qadan markaa waxaan iska qoran wariyalahay xudhi maayo qalabig ninki waajibkiisa ka waa xudhi meelaas iga dhacay iska dhaaf yahdan oo baano 10 shilin ma meel kaash yaalahay imsaadka oo baano hadii hore xabad madhaasa ku sii gado dib ku goys waxyaabaha yararka muhaqaraadka ee aadamuhu markay ka fakadaan ama uu ka dhac dubay ay ka samraan ee la sii daba gelin lama yahdi xadiidkan asal u ah maxay nabi wuxuu ku cilleeyay hal maanico ah haddaanan ka baqayn inuu sadaqo yahay oo baahdeen yaalahay xabada timirta in la yidhaahdo nabiga afgan iska gashan laabuur calayhi salaatu wasalaam at-ta'ayyub bil-maani' yasad'i qiyam al-muqtadi ba la yidhaahdo qaacidaas markaa xadiidku aad dilada kamid yahay xadathana yahya ibn yahya akhbarna wakii عن سفيان الثوري عن منصور المعتمر السلمي عن طلح بن مصرف اليابي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم وجد تمرة حبت من النبي عليه فقال لولا أن تكون من الصدقة لا أكلتها أدانا كبقين إني صدقتها وأن عملها نبي إنه كتبنا واجب كما هين تورعا أي أغتك التورع باب التورع في الشبهات وي وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حمام بن أسامة عن زائدة بن قدامة الثقفي بوجهة عن منصور المعتمر مركز زائدة وحمد طبعين سفيان الثوري عن طلح بن مصرف اليامي حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر حدثنا أبو هاد النكيري نكرنا عن أنس بن مسير أنت أسوء علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر وحصومر بتمرة حبت تمره بالطريق جدك وضضة تعالى فقال مركز النبي وحيري لولا أن تكون من الصدقة هدانا كبقين إن الزكاة كمتا هاي لا أكلته ونعملها صدقة هي الزكاة واسكو مت سيدة الراجحة نبي محمد يا آل كيسوبة صدقة التطوع هي سنة تقول الله بحان إيو زكاة واجب كي أصناف تلسين لها بالله شيئة تسدية الروح إلى أقوان دي أنتو بحرام بك آيت
حديث كان طريقا علقه البخاري في صحيح مركه وقال زائدته مسلم بواسطه الاركيسان من طريق ابي كريب عن ابي اسامه. حدثنا محمد بن ابو موسى البصري وابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام حدثني ابي ابي هشام بن عبد الله الدستوائي عن قتاده بن عبد السدوس عن انس متابعات كبوذا اللي هو لا طرح المصرف عن انس بتسوى الدين ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمره بهلي فقال لولا ان تكون من الصدقه اني زكتها انا كبقيني لا اكلتها وانعملها سيده شداسي عليس كاس والنبي قدر يمويه صحابه كل هذه حبت من ملكه هلان ايغو اسك قادانين ما هي لي اي صدقه كما هين حاران كما هين حبت من انا واشي محقر اسك يرو يا هذين يا بافن وما بان صدرت ام ميمونه بنت الحارث زوج النبي يا مال حبت من ملكهش اذا صحتج ويقاضي ويحنتي مركز ده والله لا يحب الفساد قل يا سوفيري هو يواسد ايبا الليل عدي والله لا يحب الفساد وحاجة الإلهي ما تشعلو هانت ده إن لطيعوه حبطة انت مرتا دان كتقنو ويضيع ميس يا هذين او باهنو مركا حقا او باهن وين لقو توروي والله أستره والله لا يوفقك صحابة كمتة محايا يدو صدقة حاران كما الزكاة يدو حاران كما إذن وانا محقر يا هذين او باهن مركا حقا او باهن علوش اللقيني ابن ابي شيبه صوصر بسند جيد باب ترك استعمال آل النبي على صدقه هذه الزكاه الهي كحرم اي صدقه النبي محمد اي آل كسلو ديده شغاله ما كان نقون كران زكاه اي صدقه مصورين كران بهدنا باين لوغاد علل لوغ ديده النبي محمد اي آل كسلو ديده حكمتنا حديث كان دبعدين دون اساسا مره ودبدغينا حدثني عبد الله بن عبد السمد عفوا حدثني عبد الله بن محمد ابن اسماء الضبعي قال حدثنا جويري بن اسماء الضبعي عن مالك بن انس الاصبحي عن الزهري محمد بن شهاب الزهري ان عبد الله ابن عبد الله بن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب حدثه عبد الله بن عبد الله بن نوفل سيدا صادقين لكن نصب كيس توسكا وذاتك ولا سوق قابيه وعبد الله بن عبد الله ابن الحارث ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب بوي مركا نوفل وماشي لحظه كم قن ماشي لحظه حارث كم قن عبد الله بن عبد الله بن حارث وي ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب مركا اوغي سي لباد بلو تيري حدثه وحوش وزور بحدك اوتبيي ماشي ابو عبيده سوق حدثني عبد الله بن حارث وكوري أن عبد المطلب ابن ربيعة بن الحارث حدثه عبد المطلب بن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب هو ربيعة بن الحارث يا نبي محمد وائل ما أدير عبد المطلب نبقى أدير أو أدن نبقى وإن عبد الله بن عبد المصمة من كنا وإن حارث ابن عبد المطلب مركا الرابعية نبقى المعذير هنا عبد المطلب مركا أدير بلوية هنا نبقى أدير أقوى أدن قال وحور ذلك عبد المطلب اجتمع وحاك المي ويسوي من ربيعة من الحارث وسجع أبيه هات عبد المطلب أبيه اجتمع وحاك المي ربيعة من الحارث إيه والعباس إن عبد المطلب أدير كيه عباس من عبد المطلب إيه ربيعة من الحارث من عبد المطلب مركا الرابعية أديروها عباس باليروه ويل كان وحوق ادن هي ابو بو نقني فقال وحيدا حقيق كل من روايه وحا عديسي احمد في مسنده من طريق ابن اسحاق عن الزهري في المسجد مسجد النبي محمد اسكو يمادين ويل كان يا ديركي عباس ايو ويل كان ديركو يا هي ربيعه فقال وحيدا والله الا قدرنا لو بعثنا هذين ودر لهين هذين الغلامين لبدا ويل لبا ويل دالين ومركا قان غارو كوسكوسن تبري او غوريان اي وايين يا وحي كتشدين نبي كان ادرو اون دها نبي محمد كان شقسي ها شقيستين خولما كي هلنا هلنا ها غورسدين انو ما غورين كره هوش صدقيدو كتشدين والله يلا نو كدار وحي لو بعثنا هذا ندير لهي وا اسك تاكيد ارتي مقصودي ما هذين الغلامين لبدا كوري ام لبدا ويل قال لي أنا عبد المطلب يوحوش يلجي ذنبوري يوالفضل مع الباس
فضل بن عباس بن عبد الطالب إيو أنا جا عبد الله بن ربيعة بيلبوا دقي نوت عشان هيا نبور حاجة ندرينا إلى رسول الله رسول كنا أقدر صم في عيني صلى الله عليه وسلم فكلمه أي الله الله فأمره ما هو أمير كده وحلو دي ونبي على هذه الصدقات زكوين الله صورني وحكلمه إيه لبده ويل نبي الله شقسيه زكوات الله صورني يا عام عمال كده كصور رجالي عمال كده فأدى يا أي قتان ما يؤدي الناس ضدك وحي كينا أي كينا حولها الزكاة إن نبي أسوه قتان وكينا وأصابا أي هلان ما يصيب الناس ضدك وحيلان وعامل كوحي لسين جري والعامل عليها يحققها قال وحول ذلك عبد المطلبها فبينما هما وصحابي صغيرة حديث كان صحابي كان عبد المطلب منه مسلم بحكوري بخار حكموري نسائي أبو داود ولا ولا حديث كدوكتي فبينما هما في ذلك حلي هوشكم مشقوسين ربيعي عباس جاء وحي من علم طالب بصوغ لمساتك فوقف عليهما لم يدغيب الاستاغن نواذيرك لنم حيزوين قائل ماذر النوائل ماذر نواذيرك فذكر له ذلك ان كان سو شيخ وحرم حد هيسين وحيدهم حان كتشنين عبد المطلب ايو فضل ابن عباس ان اندرو نبي ودرون دنا شخص النبي الله ويلوش كو غرسدين فقال علي بن ابي طالب وحي لا تفعل سده هيلنا نمنك وآل بيت الرسول وربنا هاشم نمنك نبي محمد ربنا في الزكيه صدقه اومه او غولو حكمها هيسان انا خبر يدين هيه ويلشي على اللغين فوالله الله ان كدارت ما هو نبي ما اها بفاعل مثل سايليا شقصين ما هي امير امرنا كدغي ما يو لعب خول سو ريورن ما هي فانتحى وحا أبحي علي ربيع بن الحارث ابن عبد المطلب أبحي أي قصده بالكلام باللوجي هذا مركن تون نروح ندول استاجو وهذا نقدره ننو اسكح الشوري ننو اسكح أمس ننبا ياسن كجلي وقد قطعت كجلي موقت ربيع يسين وعي دق عباس واسكح ورصدي ربيع كلب ودي علي نقص أبحي ربيع بن الحارث فقال وحلو والله ما تصنع هذا وركا امشيغي سيد بورسا اومليد الا نفاسه حسنيمو منك ادي حق هذا كات علي ان نغا حستيس ان نبي شقا ان كهلو او ان خريريو او هيلبك نو دخيو او الى ولش نو شقاليسي بعد كحنت يدادي دور مشي يلا ما هي ربيع وحنق نفاسه اي حسدا وبغيا روايتي وحا عديسي ابو عبيد في كتاب الاموال ما هذا منك الا حسدا وبغيا بور فوالله الله قد ارتى وحيد ربيعة لقد نلت سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي محمد صلى الله عليه وسلم سهره وقبر دارا ريت القرصدي حقا صلى الله عليه وسلم حقاله اما حدد حقاله وحق النصب قال له اما وقوة دعا حدد بالسكي هذا فوالله الله قد ارتى لقد نلت وحاد قد ارتى سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كده نبي سبات هدوه قبر دي سبات فاروات قبطه فما نفسنا عليك ما نكو حاسدين بده ما كان نبي قال لحيده او ويلكيس نوقتي ادو المدرتين انا وما انا كحمانين ويلشان هذا شقدا ادون مخا لوو خمانيس ملك لا وسي قادم هذا ملك اكو جواب كلام ملا لوو مشغول ما حاسد هي حقت والله ساي استفاع ميل انا كبنانين باجيره هذا لا دها جيره ميد لا درفا جيره ميد لا دنتا جيره جيره لا يدي من لا غان وهلبا مر بدن بالا اسكا امسو جواب امس كو جوابه هدان كفيعان لكن عامد مر كان امس وحو ديها وحو اسكو اي مهل هذا اسكو ما ضروري ان كاسي حيدن كا دبك لا سار اسكا ربا مساس علي حور فقال علي ارسلهما درب هدبا واي هاي ما راد يقول سو بدها ولا شي سي داي قدر النبي فانطلقا ويتين لبد ويل وضجع علي عين جاجا جاجا اسكا سيخدي با غيش انتو دبتو بركدي وا اسكو هي واخ كسو ييرا زادكم اسكت حسيح قال وحرد فلما صلى رسول الله عبد المطلب ورمها ايه مكو رسولك الهي تك الظهر الظهر كنت كذي ماشا اللغو تشين اللغو تغالي ومسد قديس سبقنا وحان اغهر مرأي دهين الى الحجة تقولكو قيل لها نبي مركو تكذو حكوسو نسجري قرقي سمساتكم اسو نسجري الا نادر مرك الباب كوي سي استاقي وإلا تكذي النبي دوركو ولا تكذي دربوا على الارضي قرقو كو قرية واي قانان اريد سي استاقي فقمنا عندها عند الحجرة قرقيسي يقول النبي قيل لها من أكتسي استغنى حتى جاء إلى ويمد
فأخذ بآذاننا نقبو فهمين إنما قرشاي وطان لبي دقوت بنو نقبتي فضل دكتو قبتي عبد المطالب دقوه قبت دقوه مروجي ثم قال وحوري نبي أخرج سو سارة ما تصر يعني واحد يقرر يسوي سو داي واحد واحد قلبي يقرر هذا القاد ديارس هذا القاد ديارس ربتنا كسي ديس أي لوجي ذا وحول بعض قرر سأمات كل مس أمات ديارس على هذا ما تصرران آخر جاء سو سارة ما تصرران واحد قرر يسوي أمات قرن يسوي أمات يجمع يسوي هذا الأول رواية حد كله وأذن لي والفضل فدخلنا أنيق إيه فضل منوب إدمي إن نقول الصوغ الله وأنا قال ثم دخلنا به نقول قال ودخلنا عليه وأنا أقول لي ما كنا إدمي كدي وهو يومئذ ما كان نبي حلج عند زينب بنت جحش زينب يقول ما كان نبي كقرا قل كي يقول كذي بتشوف قال حوري عبد المطلب فتواكلنا وحان سكوها الله إدني سوري سكو نقول بوكوه لك كلا الكلام هذا لك أنا وحاني فضل هذا أنا أصنع أسوف في رنو البحولية فضل ما هذاش إن عبد المنظم ما هذاش ويدكم حاجة السعودي إن أروح لها عشان كده ما خلصوا يستقتل نو البوكح شو دينا سوالف كبر الله بكلامه وقال وزير هذا فتواكلنا وحن سكو سيدنا مسكو هال سكو هال لينه أما سكو طلع صارني الكلام هذا لك ثم كلم أحدنا متكايا هاليبو فقال وحور كي هالي يا رسول الله رسولك إله يو أنت أضو حتى أبر الناس ضدك أحد كأبار سنبات ويحسان بطن وأوصل الناس قرابة إنك أقول حريرين أقنا واتهاي قرابة حرير سنبع لكم مجاره إحساني يوانا كفل لكم مجار نبع الله وقد بلغنا النكاح قور نواقر نيده وقان قرنوا هذا هو مربان حتى إذا بلغوا النكاح هذا القرآن قد قرر كيسا الحلمة لو جيده الحلمة يعني قان قاد فجينا وانو نمت بيدين وحاو نمت وحكا لما إيه لتأمرنا أمرنا نقر يكتوشق النوديبت على بعض هذه الصدقات زكوين كان لصور رقيب كميدة صور ينضادون أنك قاد النزامك إله النسي والعمل عليها وفنؤدي إليك أن كوك أنه كوسو قدنه كما يؤدي الناس وضعت كيسيح الله كوك أنه ونصيب أن هلو كما يصيب نصيب حوه هلانه كلا رواية دي أبو عبيدة لما يسترطيه وحكا بحكا جرته وليس عند أبوينا ما يصدقان عنا بيد هذه لابد واردنا وحن قريان ومهر كب حيان ما هيا وابياش اول ما ماشي وجود ثم نبي الله لابد بقينا هذا وين صوت وحنا ما هيا فسكت طويلا النبي وين بنوك امسنا روايه الحديث كان نبي امس كسعر كفيري قرب النبي كفيري ان نبر فسكت طويلا حتى اردنا الى ان نضوني ان نكلمنا مره بالله الله نبي ويده المامي ميا بيسدان أمس كديرا نبي أمو يده المامي نوح دور هيد محمس وكريم وقت قال وحوري أصحابي وجعلت زينب زينب ترنا بدق نسا تقانا أي وحي قدر طول معوئنا نوم مدارا يسو علينا دو شيئا من وراء الحجاب حجاب كداش سكاه الله إذا ألا تكلم الله هذا النبي ألا تكلم الله هذا إلا وحينا لغيابا هدك دقينا رواية كالي ألا نعجل حجابك حقي سي كان توقع إشارتي أما مريض تابطي سوغا نبي انتو كهالله حقيد وردي زاد قال وحور ثم قال نبي وحور مركز وصوف ورسل نبي عنده عرك وطاقب وصوف وردقل كل اللاتي والله لا يقولش إن صدقة الزكاد لا تنبغي لآل محمد إن قيم وحور لا تنبغي وحور نبي وحور هذا قرآن وما ينبغي وحور هذا أما شعور لا ينبغي وشيك شوق وحاران سنو لا ينبغي هذا للمتقين وما علمناه الشعر وما ينبغي له إذن ينبغي وما هي مرنبا كما بنانوي كما وقفتبا واحد قيده وما وحكو الله يقول أهل نقوم كرتبا ما هو إن صدقة تزكده لا تنبغي وما هبون ما بقبطه وما نعننته لآل محمد محمد يددكيس إنما هي زكواتك وحاوي أوصاخ الناس ضدك وحي اسكود لقن أصدق قدو جمع وسخ وسخ دون وأصدق لا اسكن ما يلو خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها صدقة قفك مسلم كا دم بقي ستير تا أصدق اسكود نظيفية إيمانك سكو حجية واسكود طهرة بيا اللي قم ما يدي وأصدق وكلوي مركز سياد وقال نيسا ماذا فرحلي أصدق عبها
صدرت القرآن كمرك صدقة لجها اللهي اللو تيرني دتك سير لشيء إلى اللو ما تيرني إنما صدقات للفقراء بالليل دتك لهذا اللو تيري إلى هيبنانكو كمرة وأسك الدوي ماش خمس كغني ماذا أما غني ماذا أما فيجة إلى هسوي سوتيري نعيله وحيري ومن أعلم الناس في التفسيرها إلهي وسطر يا سيدي السبا ما يشرف ويعظم شيء قال قيمي إلا قدري وين احرمضع برب سطر يا واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه إذن إلهي مخم أدوية قضانا يا ابن عيان وحوري إن لله الدنيا والآخرة لكن حال سكوتي رنا يا تشريف يا تعظيم برب سكوتي رنا يا ما أفى الله على رسوله من أهل القرى هي فلله بالله قبل الله صدقين محال ليري للفقراء والمساكين أسقي وسخوا ويدد كاسا إسكالي مسلمين تأسكن نظيفية كم ميدا صابون تدي بيهو دي وسعك دعيوه تن لك وام معي فأنا لله خمسه ما أفى الله على رسول من أهل القرى فلله وللرسول رنتي سيدا سوي صادرت شابعي وحيده روح بنا آدنا وحونا وحلال سن غني ماذا يفيق تجارة بيرت الله فشو بيرت الله تمو مرق الله مالو علاش الله قد وح أرق الله نق وحاسد وحك حلاجن وحرب سوتيري حولها قال الله جهله غنيم أم عبسي بقى شيء كبقى ذي لوقاته وحوله إلى سوتيري إلى رأس كله إلى هيبا الرسول كسيحاله سامي بيسكولي هذا لنا بمحور أمرك حوله حلال سامي ولاش وحكسي أوجوريو أصدقنا وكله حي وحول أدعوا لي محمية والمحمية يقول يا رأ أدعوا لي واحد ويشا يقول يا دان محمية ابن جزء وصحابي ربن الزبيدة أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة مهاجري كدمنا مدينة صوق علي محمية أدعوا لي يقول يا رأ محمية وكان محمية وحمسولك على الخمس خمس كغني ماذا أيا لودي بيشري وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين شنطة ساخو مسكسكلي غني ماذا شن ملحبا لقد دقا أفر ملحبا حلوقي بمجاهدين تقول دقا لما قال هذا كرد عصدي خمسك هل قريك شنادنا شن ملحبا حلوقي بيه إلهي الرسول كوا اسكو قري ونبي قام بسولك هو شايدا قريك الله بعدنا قرابة المسلمين تا إن عفو النبي وريب بن هاشمي خير بن مطيبة اسكالي قريك صدحات واليتامى آيات دي سوق معي آيات ولذو قربة واليتامى والمساكين وابن السبيل شنطة قريبة الله قيبية إذا النبي حوري وكان على الخمس خمس كأسول مسول كأها خمس الغنيمة أما هو خمس الخمس والنبي خمس كيس وحد يقول دان بوري ادعوا لي محمية وحقد يقول دان يو نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب يقول يرى قال وحور السحابي فجاءه النبي قوي ما دن لبد وداد فقال لمحمية وحكوي محمية وقال أنكح هذا الغلام ابنتك وركوا كوبين يا مرة تقول كا جبار هذا هبلا وقول هذا كون نكاح مير كيدنا مير كيدنا أقول شيء فقال لمحمية وحكوي النبي يقول أنكح هذا الغلام ويلكم حد وقول سا ابنتك جبار هذا لفضل بن عباس بقول محمد وحوري فضل بن عباس قبل هذا أقوري فأنكحه وأقوري وقال نوفل بن حارث عبد المحكوي أنكح هذا الغلام ابنتك ويل كان واحد أقوري سا قبل هذا أقوري أدوك أولي وعبد المطلب فأنكحني وإمه ريب قبل وقال وحكوي لمحمد وحكوي أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا لابد قبل ولد مهرسين مهركود خمس كذا يسكبحبه يا خمس كهيو مسؤول كها محمية محمي حال يري جوار ده هذا فضل كو أميري مهير كذي واحد كبح حساب حوله هذا إيه هاي الصه يا خمس كبح نوفلو أذوقنا ويل كان عبد المطلب أقول جوار ده هبلا مهير كذي واحد كقعدة محمية كقعد
أصدق عنهما وهذا كم هرسيسا من الخمس خمس كحجيسي كذا وكذا نبي أقول لهم هرفي عنه حلص نبي أقول دي نبي أقول قبل شو مرق مرة بعدي قبله لسي أمر نقول بحضرين مهرير مهرفي عن بقبله لسي قال الزهري وحيري ولم يسميه لي عبد المطلب إمام عابد مهرك قدر كيسي قبل مهرك نبي أقول دي أوسي إيموسا عيمن قال الزهري ولم يسميه لي ولم يسميه لي يعني مقدار المهر مقدار الصداق ساس أجيده حددنا هارون ابن معروف إذن وحا حراشة أبابا إذن عاوين كالرأي سيد قدونتين إن أسقى وكسون قطا المهم هو شيء لاين واهلا ضد يمادين وحيدوني وحكا في عاد إيه هلين نبقى لهم مهر يحنور هذا أنا قبل راتنا إن قبل الديارة وأمر نبي محمد يمير ديار الأسوسي اللي نسيه أررتين سماء أركي إنما أررتين وهي وريب بن هاشوي هالله يا الله تلمام ماي يا رب أنت أبر الناس وأوصل الناس بكسر بالله حددنا هارون معروف وحددنا ابن وهب بن عبد الله أخبرني يونس بن زيد الأيلي عن شاب الزهري عن عبد الله بن حارث بن نوفل الهاشمي أن عبد المطلب ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي أخبره وحوش وذاتك ابن شهابة أن أباه ربيعة أبي ربيعة بن حارث بن عبد المطلب والعباس ابن عبد المطلب قال لعبد المطلب ربيعة أن يكون هذا ويلفظ ابن عباس ائتي يا أطغى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك أطغى وساق يونس وحوك حيي الحديث اللي هرانك حديثك كورنا يزور وحوها مالك بن أنس رواية هوري ديرين نصوم الرأي مالك بن أنس عن الزهري بعد صومرتين مرك يونس بعد نودن بيه متابعين مالك وساق يونس وحوك الحديث أبو كحية بنحو حديث مالك حديث مالي وكلوك متكلو يوكحي وقال في يونس وحوكو يازوك صدري فألقى علي رداءه مرك علي اللي قحمي هذا الكي قوي يسيبه طورتيبا ثم ضجع وكوش جيب صدي عليه على الرداء وقال وحونا يلي أنا أبو الحسن القرم أنا وحانا هيبو المرضى قحمي زين وحان هبان شيقاي هذا الاسكام الطوري أبو الحسن باني القرم يقودعها من قورة وقاسان أي أنا وحان إذا هما ذي شيء بغرضي وريش الدرع وحذين كرح دارك الدون تاني قرم يقول حالي ارتقى قورة إن لرنين إجيلوا أن لقود داروه إما لا اسكاد داقي الدوبية فرآن لسارين كيني يهجان أنا قونين مرنا وحان لقود لقاء وقاسك القرم محوجي ذا مرك محولي أنا ونين وقاس وطلعنا فين باناي وحو هبانا شيقا هذا هو مالدين شيغي بالويلشو ورضا يدرا وقاص النبي محمد صدقه صوصي اما عامل زكاه وقدغو وحان جرين باد شيغي زانه والله الله كو دارتي وحول لا اريم كدقاق ما هي مكاني منشان تاغنا اما منشان فديو حتى يرجع اليكما الى ايسو لابتان ابناؤكم مالوين وي بحور ما بعثتما به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحور لو ما لو فسري اي بجوابي حوركو اسرج والرجوع انه ظن الا يحور وادغرنيس الحور اسرج وال واسو نقشدا مرنا وخيبدا يو ان اتسوهم غودو خيبه حتى يرجع اليكم ابناؤكم نوى الروايه بحور ما بعثتما اي بجواب ما بعثتما بلا رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaad nabiga ugu dirteen jawaabtiisa ila ay la soo noqdo halka ka dhaqaaqimay way isugaayo gambar gaaban baad ku fadhiyaa asoo labtan wiilish waxaad codsateen jawaabtiisa baan halka nabiga u fadhiyaa Cali ama bi hawri ay bi khaybati ma ba'athtuma bihi ila rasuul sallallahu alayhi wasallam hungoogu iyo ayaan daradi aad nabiga u dirteen ila idin soo laabato halka ka dhaqaaqimay buri وقال في الحديث يونس صوح حديثك كويلي ثم قال لنا نبوح نويلي أني فضل بن عباس إن هذه الصدقات زكوين كان صدقات بيانتك أي بحيان إنما هي أوساخ الناس أي أوساخ المسلمين مسلمين تبوح يسكو طهيرين ودنبك يسكو طهيرين ويسكو نظيفيين ويقال له وادين وي وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ومن أبنانه نبي محمد أهل كيسة أهل كنبي محمد في الزكانة وربنا هاشم بالإجماع
بل مطيبنا خلاف با كجرة نجا شافعي الله بضاصا إسراعنا وان رأي جمهور العلم حنفي وذا دوحي وربنا شمكلي قل يد ضنبو ضنبو ربنا مبضنا وحيدا هذين قريش ضنبانا من حلال كيسا في الزكاة وباش بلارين وجران رأي قامرك وضعيف حديث جبل مطعم في صحيح البخاري وغيري بوديد يا كوري ماني يا حديث كم بأ وقال أيضا حكم النبي النقيري وقال أيضا حكم النبي نكا يونس يونس أحويري ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مركو وحديث كتبني ادعوا لي محمية ابن جزء محمية ابن جزء إيغويرا انت نحوس عريي إن وذاتك آبيه الله شيخه محمد بن جزء الزبيدي ونريب بن الزبيد وري حليف نريب بن جمحكوها وهو محمير ورجل سحابي او من بني اسد وخطا وخطا من يونس اما من غيره سيد صوابك وهو رجل من بني زبيد وريب بن الزبيد ما ريب بن اسد صدرت الروايه دي عنبس عن الزوري عند ابي داود وحكوي من بني زبيد كذلك ابن زنجويه روايه الليث ابن سعد عن الزهري وحكتمت من بني زبيد كذلك ابن خزيمة في صحيحه من بني زبيد سادة الحافظ قوام السنة مركب شرح مسلم كالتحرير وحجري أظن الصواب من بني زبيد ولم يحضرني في الوقت كتاب أنظر فيه فأتقنه حوري ابن بني زبيد هان في ليا كتابا كم مراجعيا ما هي برهضة قاضي عياد وحوري صوابك وبني زبيد لكن يوم دليل حجيز الشقي آهيد أبو داود ابن خزيمة في صحيحه كذلك ابن زوجي في كتاب الأموال إيوه ولاد كلورنجا أبو عبيد في كتاب الأموال مجلد ككوبات أفر بقول كنت يلح أفر تإمام با من طريق الزور وحي كوريا إنه يهي وهو رجل من بني زبيد كان رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله مسلم وقد جاب على الأخماس خمس الغنيمة يخمس الفيبة أسقى لودي بجري هين جري ساسون أمضى وقام مامور جرنا بقى وهين جري سحابك حديثك وحا كجرة مسائل قيمة بنا وحا كجرة جواز طلب الولاية إذا كانت بحق إن دولدة أتشقى كرها تنكرتو هدات شقى ذا أعنن تد أهل أطاي نبي وصحابة كما قونسن لبدا ويلة سحابي وكما قونسن إنه إنه شقى سورها تدين وحيودي ذي حلك أسقى أيو مقبن كرتا ومره ما بنانو إنا شقد دونتا إنا دولد الحلك راتستان ما بنانو مره صدر أبو قوام سنو حور عدك حجوية أي علومة قبا إنا يبنان تي الدولد إلا راتستو شق حلال أبو ناس قبان كرتو وحاكو لو كجرة إنا يبنان تهي حلية مسؤولية هذا دور عنتين قبطو طلب المعاش من حلال عدك كجرة شقة حلال آه مركان مسؤول بعد نقولني أمير بعد نقولني وحاكل وجود إناد إمارة إيو مسؤولي ذي حلها تنكرتو هذا ضوء ننتو حلكن أوي حلال مع عزنا لبدا سحابي لبدا ويردو كل طليين إمارة إمارة على الصدقة وحاكل وكجرا خمس الخمس إنه لآل بيت الرسول الله خاص أوياي وحاكل وكجرا ضد كهس لبن أما بها نياشة دولد إن الدرية شوي كور قبطه والله سبحانه وتعالى أعلم.